مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح. اليوم الاثنين، بداية أسبوع ماطرة عم نستقبلها، واليوم حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح 21 أيلول. محطة اليوم بحلقتنا من مخيم مارلياس لرصد رأي فلسطيني شتات بأحداث القدس الأخيرة. لكن محبي السيارات القديمة خاصة، سيارات رالي ومعرض بيختصر تاريخها، كتاب جديد مع زميلتنا مريم الحاج وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن الدكتور وسام فياض، متخصص بالغدد الصماء عند الأطفال، لنحكي معه أكثر عن أهمية التنبه لمعدل النمو عند الأطفال، والصيدلية جوانا فرانسيس، متطوعة بجمعية جاد، لنحكي معها أكثر عن آخر نشاطات الجمعية. إنما البداية بأخبار صباح، ومثل العادة مع أحوال الطقس، اتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية. معنا السيدة منى عمر على الخط لنعرف أكثر مع وضع الطقس اليوم ولأيمتى مكفية الأمطار. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله، كيف كن أنتو؟ نحن منيح، تفضلي. اليوم رح يكون غائم وممطر مع برق ورعد، انخفاض بدرجات الحرارة خاصة بالبقاع وعلى المرتفعات. نعم. بكرة كمان غائم جزئيا مع أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، في ارتفاع طفيف بكرة بدرجات الحرارة خلال النهار. نعم. بالنسبة للأمطار بتنحسر بكرة، ابتداء من بكرة الظهر. يعني قبل الظهر في شتاء؟ ممكن خاصة الصبح يعني. نعم. ممكن يصير في أمطار. الحرارة اليوم على الساحل رح تكون بين 23 و29 اليوم. اليوم نعم. على الجبل من 16 ل 23، الأرض من 10 ل 20، وبالبقى من 15 ل 29. الرياح رح تكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نعم. الرؤية متوسطة. الرطوبة على الساحل رح تكون بين 55 و75%، البحر خفيف وحرارة الماء 29 درجة. يعني الحرارات بعدها مرتفعة نوعا ما رغم انه عم بتشتت الدنيا. يعني نزلت شوي، نزلت منيح عن امبارح، شو 4 درجات تقريبا. هالقد. طيب رح ترجع ترتفع، وعم بيقولوا انه الاربعة رح تتخطى المعدلات الطبيعية، قديش هالشي مزبوط؟ كان عم ينحكى عن 33 او 34 درجة. في ارتفاع، لا مش هالقد، بس في ارتفاع. في ارتفاع، في ارتفاع ابتداء من بكرة هو حيبلش. نعم. بكرة بكل الأحوال نرجع ناخذ تفاصيل باتصالنا معكم. يعطيك العافية ونتمنى لك نهار حلو. الله معك. رح ننتقل لعند بيارات مع أحوال السياسة وعناوين الصحف. مرحبا. مرحبا جوال، لك ولكل المشاهدين. اليوم 21 أيلول، بداية فصل الخريف. شو عنوان صحف بيروت لليوم؟ خلينا نشوف بهالجولة. جولتنا رح نبدأها مع صحيفة النهار. التظاهر يبلغ محيط مجلس النواب للمرة الأولى، عون ينتظر ويعطي الحوار وبري فرصة. ملف ترقية العمداء لم ينجز وعون يرى فيه جائزة طردية. سفراء سيصدرون بيانات داعمة لعمل الحكومة قبل سفر السلام. افتتاحية النهار لليوم بألم نيلة وين حملة عنوان المتحاورون يستدعون التدخل الخارجي. هدنة في 4 بلدات ومدن سورية، كاري دعم روسيا يجذب المتطرفين. اليونانيون جددوا الثقة بالسيبراس من غير أن يمكنوه من الغالبية. وختاما بالنهار، رحيل أول مندوبة للبنان في الأمم المتحدة. إلى عناوين صحيفة السفير، تسوية الترقيات في سباق مع الوقت، الحراك العنيد عند أبواب المجلس. غرفة عمليات روسية أمريكية بشأن سوريا، السخاي تتوافد إلى اللاذقية لدعم الحلفاء على الأرض. نتنياهو في موسكو، آلية تنسيق، محاولة التفاف على دول روسيا في سوريا. وختاما، روابط المعلمين تعترض على إعادة تصحيح مسابقات الدورة الاستثنائية. بصحيفة الحياة بأبرز العناوين، الوضع ممتاز، 3 وجبات، ولا بعث هنا ولا داعش. الحياة التقت في برلين سوريين هاربين كابدوا رحلات قوارب الموت. هادي وصل سرا إلى عدن، الحوثيون أفرجوا عن 3 غربيين، والسعودية لم تتسلم رهينتين. عون يفضل الفوضى على الرئيس الدمية. سعى إلى تبديد الشكوك المتشددين في لقائه مع لجنة برلمانية مكلفة درس الاتفاق النووي. أمان في طهران يطمئنها إلى حياد الوكالة. مرجعية دولية إيرانية لهدنة طويلة في الزبدان والفوعة. معارضة الداخل ترحب ببقاء الأسد في بداية المرحلة الانتقالية. بصحيفة المستقبل أبرز عناوين اليوم، عون يخير اللبنانيين بين الرئاسة والفوضى. تظاهرة سلمية بالمئات لم تصل إلى ساحة النجمة.
كاري: دعم موسكو العسكري للأسد يأتي بنتائج عكسية. وقف إطلاق النار بطلب إيراني ل 48 ساعة في الفوعة والزبداني. خادم الحرمين يأمر بتسيير انتقال الحجاج اللبنانيين. وختاما بالمستقبل: بغداد في زمن الكوليرا. من صحيفة المستقبل إلى عناوين صحيفة الأنوار: تجنب صدام خطير أمام البرلمان بعد هدوء مفاجئ لقوى الأمن والمتظاهرين. التيار العوني يدعو لزحف إلى قصر بعبدة. الإمارات تشيع نجل الشيخ محمد بن راشد، وقادة عرب يقدمون التعازي. إنقاذ ألوف المهاجرين من الغرق، كتب المحلل السياسي لليوم بصحيفة الأنوار: شعلة هدم وسط بيروت، الإخفاق بملف النفايات. وختاما: 21 قتيلا بغارات على درعا، وهدنة في الزبداني، وقريتين بإدلب. من صحيفة الأنوار منتابع مع صحيفة اللواء: ويك أند عاصف، الحراك يقترب من اشتباكات دامية، سلام لمجلس وزراء بعد الأضحى، وعون غير متخوف من فوضى الفراغ الرئاسي الطويل. مصائب قوم عند قوم فوائد: نحو 1,400,000 حاج من خارج المملكة، وتسهيلات للحجاج اللبنانيين. السعودية أكملت الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن. هدنة جديدة في الزبداني والفوعة وكفرية. كري: الدعم الروسي يضيع فرص الحل. ومتابعين مع اللواء: صمود المرابطين للدفاع عن الأقصى يربك الصهاينة. العاهل الأردني: الحرم الشريف لا يقبل الشراكة أو التقسيم. من صحيفة اللواء وصلنا إلى صحيفة البلد، وبأبرز العناوين: الحشود تتراجع، والمندسون يستقون، والتيار يحتفي برئيسه. باسيل رئيسا، التيار أمام تحدي استكمال المشوار. الرياضي يفتتح سلة بيروت الدولية للسيدات بفوز كبير. وختاما: مسيرة للحراك المدني وفوضى في وسط بيروت. بصحيفة ديلي ستار وبترجمة لأبرز عناوين اليوم: حزب الله بانتظار رئيس من اختياره. سوريا: روسيا تغير معادلة الحرب على داعش. وختاما: اليونان: إعادة انتخاب سيريزا اليساري رغم الثورة. من ديلي ستار مننتقل إلى ترجمة لعناوين صحيفة لوريون لجور، وبأبرز العناوين: ماذا ينتظر نبيه بري ليوضح؟ تشرين ثاني دامن لأردوغان. وختاما وضمن لقاء: مي ماي سيلف اند اي لفيليب باسكوا. بصحيفة الشرق وبعناوين يوم التنين: حل النفايات بطيء والأمطار تلامس الأرض. باسيل: نتمسك بالمناصفة. وعون: انتخاب الرئيس من الشعب. اشتباكات وإشكالات ومندسون في تظاهرة الحراك المدني. الراعي: تربينا معا مسيحيين ومسلمين، وما زلنا على العهد. العاهل الأردني يحذر من اعتداءات إسرائيل على الأقصى. كري: رحيل الأسد عبر التفاوض. الحرس الثوري: روحاني أخطر من مجاهدي خلق. 100,000 جندي لضمان أمن الحج. ومتابعين بصحيفة الشرق: الجيش المصري يقتل 74 إرهابيا في سيناء. وختاما وضمن رأي الشرق لليوم بألم عون الكعكي يلي حملت عنوان: واشنطن تستدرج موسكو إلى المستنقع السوري. من صحيفة الشرق وصلنا إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط: تقدم متسارع لقوات التحالف في مأرب. ياسين للشرق الأوسط: قذيفة حوثية أصابت السفارة العمانية. إطلاق موظفين سعوديين احتجزهما الحوثيين. وبالعناوين الأخرى: تجميد واشنطن أموال 6 من القاعدة في إيران يؤكد دورها بالتمويل. وثائق بن لادن: خطة لمكتب في طهران والعلاقات منذ التسعينيات. العراق: تحركات في كواليس التحالف الشيعي لتغيير العبادي. وختاما هدنة أدارها مفاوض إيراني توقف القتال في 4 بلدات سورية. بصحيفة الأخبار لليوم وبأبرز العناوين: إسرائيل أمام تحول استراتيجي روسي، هذه مخاوفنا. الحراك يواجه فتنة السلطة. ومن صحيفة الأخبار وصلنا إلى صحيفة الجمهورية يلي عنونت لليوم: عون على ترشيحه والحزب على تأييده. الحراك يقترب من البرلمان، وين الصورة اللي عم نشوفها بصحيفة الجمهورية، وهي فأذن للحراك يلي تم امبارح أمام ساحة النجمة. بالعناوين الأخرى: أمريكا منفتحة على مفاوضات حول سوريا.
التيار إلى بعبدة في 11 تشرين. وختاما وبعيدا عن أخبار السياسة، بيصدر اليوم مع صحيفة الجمهورية ملحق محركات مثل صباح كل يوم تنين. جولتنا على صحف بداية الأسبوع وصلت لختامها، رح نتوقف هلأ مع فاصل إعلاني ومن بعده جولة ثقافية وفنية مع جوال. طلكم معنا.